بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وتسليما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هنا، نحييكم من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم عبر موقع وزارة الأوقاف المصرية هذا اللقاء الإيماني المبارك في هذه الليالي والأيام الكريمة المباركة. أيها الإخوة المؤمنون، وخير بداية لنا دائما وأبدا القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الرحيم الجعفري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ولا تحسبن يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله ورسول من بعد
للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله فضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم صدق الله أيها الإخوة المؤمنون، لقد دعا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الإخلاص في كل شيء، الإخلاص في القول، الإخلاص في العمل. ونحن في هذه الليالي والأيام الكريمة المباركة، ما أحوجنا إلى صفة الإخلاص التي كان يتحلى بها حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وتحت عنوان الإخلاص تحدثنا واعظة الأوقاف المصرية السيدة دينا أبو الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رب العزة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أمرنا جميعا باختلاف يعني الأعمار والفئات بالإخلاص، هذا الخلق اللي رب العالمين أمرنا به في كل كبيرة أو صغيرة، كل فعل وفي كل قول مهما كان حجمه. الإخلاص لله جل وعلا هو أني أنسى رؤية الناس، جميع الناس، بدوام النظر إلى الخالق جل وعلا. فكل عبادة تكون مصروفة لله جل وعلا، لا يشوبها رياء ولا يشوبها إشراك بغير الله في أي قول أو أي فعل. ممكن من يعني النية إذا دخلت على عمل صغير تعظم هذا العمل، وبالعكس إذا كان عمل عظيم لكن بنية لغير الله يصغر هذا العمل. تعلمنا هذا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر لنا الرجل الذي يتقلب في الجنة لعمل صغير قام به. هذا العمل هو أنه أزاح من طريق المسلمين غصن فيه أذى للمسلمين بشكل عام، فعمل صغير سبب لنعيم كبير. والبغي دخلت الجنة وشكر المولى عز وجل لها لأنها سقط كلب. هذا العمل الصغير وأمر بسيط جدا ولكن عظمته النية. لو جينا اتكلمنا كمان في حديث رائع جدا، حديث البطاقة من الأحاديث المشهورة للنبي صلى الله عليه وسلم، سبب يعني لدخول أحد الرجال الجنة والفوز. كان له أو يعني سيأتي في يوم القيامة رجل ينشر له من السجلات 99 سجل من الذنوب والمعاصي، أمر عظيم جدا. ويقول له رب العزة:
هل ظلمك الكتبة الحافظين؟ قال: لا يا رب، كل هذا فعلته وأقر بهذا، ولكن عندما وضعت له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله، طاشت هذه البطاقة بكل السجلات من الذنوب والمعاصي، وكانت سبب له للمغفرة ولدخول الجنات. فهذه النية وهذا الإخلاص في هذا القول كان سبب للنجاة. رزقنا الله وإياكم الإخلاص، وجعلنا من عباد الله المخلصين. روحي بحبك في الضياء تهيم، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور بذكر محمد، في ذكره نور وفيه نعيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى كلمة العلم، ونحن ننقل لحضراتكم هذه السهرة الإيمانية المباركة عبر موقع وزارة الأوقاف المصرية في هذه الليالي المباركة. أيها الإخوة المؤمنون، ونختتم هذه السهرة بالدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى. المولى سبحانه وتعالى يقول: ادعوني أستجب لكم. فنرفع إلى الله سبحانه وتعالى أكف الضراعة، داعين المولى عز وجل العفو والعافية في هذه الليالي الكريمة المباركة، داعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا الحبيبة مصر بحفظه، وأن يحفظ سائر بلاد المسلمين، بل وسائر بلاد العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، والآن نضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ محمد إبراهيم الجزار. شهر الصيام أتيت بالقرآن والبر والتقوى، والبر والتقوى وبالغفران. شهر الصيام أتيت بالقرآن والبر والتقوى وبالغفران. آنستنا وملأت كل قلوبنا، آنستنا وملأت كل قلوبنا فرحا، فرحا بمقدمك العظيم الشان. تتلألأ الأنوار فيك مضيئة، تتلألأ الأنوار فيك مضيئة، فتسر قلب تتلألأ الأنوار فيك مضيئة، فتسر قلب القائم السهران، فتسر